راح اتدخل دي عايز اتكلم برضو على كابتن سامي قمصان، كان ليه دور كبير جدا في الفتره اللي هي بين مستر فايلر ومستر موسيماني. كان ليه دور فني بشكل كبير جدا، وخصوصا طلعت برضو اتكلمت قبل كده ان مستر موسيماني فنيا ما قدرش يحط بصماته كامله على الفريق، لكن اتعامل بشكل نفسي مع الفريق، اشتغل على الحاله النفسيه، وده اللي شفناه. يمكن كل المنظومه بتشتغل داخل النادي الاهلي. مبروك طبعا لمجلس الاداره، بطوله غاليه في وجود كابتن الخطيب ان هو يمثل يعني يحققها كلاعب ويحققها كرئيس نادي. وزي ما قلت حضرتك ان دايما النادي الاهلي معودنا ان هو بيقفل الصفحه لان عنده بطوله، واحنا كلنا مع اللعيبه كلنا واحنا كنا موجودين كنا بنعرف ان احنا نفصل بشكل كويس، وده الدور الاكبر على كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيقدر يقفل الصفحه. الفرحه بتقفل في بطوله مهمه جايه، وخصوصا ان زي ما بقول البطوله في النادي الاهلي الجهاز الفني واللعيبه بيتحاسبوا عليها من مجلس الاداره. يعني لما انت بتفقد بطوله انت مطالب ان انت داخل النادي الاهلي كجهاز فني وكلعيبه ان انت تحقق كل البطولات.